بلغ أن التقسيم ما مرتبطه الساقط في القبض. إذا كانت كلمة يجب تأخيرها فلا يليق بها التأخير. مرتبة تكون في الخير وقت من هذا التأخير، إذا كانت تقر من هذا التأخير فإن هذا يؤثر ويشعر بإفادة الحفظ، فلا تقصد باللقاء في التأخير في الحفظ. إنا إلى الله راغبون، أصل الكلام إنا راغبون إلى الله، هذا قبل الأمر. إنا راغبون إلى الذي في الله راغبون، ومحمد عزيز يقول باسم الله وهو راغبون. إن الأصل إنا راغبون إلى الله، فهذا الزهر والمشروع قصروا الخير وقدم إلى إفادة الحفظ. أصل الحفظ أي حفظ الرغبة في الله وحده دون من سواه، فرغبتك ليست إلا بالله وحده. فبتغوا عند الله الرزق والخلود وادخلوا لا إليه ترجعون. فابتغوا عند الله الرزق ولا تبتغوه عند غيره، فإلى ربك فارغب إنا إلى الله راغبون. بعد هذا ننتقل إلى المعنى الثاني للمعاني الإحسان. من معاني الإحسان الإتيان بالحسنات. وقال أحسن فلان إذا أتى بالحسنات، كان هذا الإحسان كلام متعدد، هذا كلام متعدد. الإحسان بمعنى تعدي شيء حسن، هذا متعدد. اللهم أحسن عاقبتنا أي جعلها حسنة فهو متعدد. أما هذا فإنه يقول يقول لازما أي غير ناصب لمفعول به، فإنه ليس له مفعول سينصبا. المتعدي مثل مفعول بوسبني منه إذا أنحط في جنة، كما يقول الصيوطي في فعلته. ويقول ابن مريم أنصب به مفعوله إن لم يلو عن فاعل متبخر الكتب على ما تدعي المعد أن تصيب فغير مصدر به العليل. أنصب به مفعوله إن لم يلو عن فاعل متبخر الكتب. فأحسن هنا لازم، لأن معناه الاتيان بالحسنات ماشي بديكم أحسن غير. قالوا وقال لا أحسن لا أحسن محمدا، ويقال أيضا لا أحسن محمدي، ويقال أيضا لا أحسن محمد. لا لا وأحسن ومحمد، المادة التي تركب بها هذا الأسلوب ثلاثة، ما وأحسن، وهذه العرف بالتكبير ما وأحسن ومحمد. ولكن نختلف في الحقيقة، فيقال لا أحسن محمدا، هذا الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني لا أحسن محمدين، الأسلوب الثالث لا أحسن محمدون، هذا الأسلوب العربي. لا أحسن محمدان غير تشوف الأسلوب على تشكل على القرآن أحسن تشكل عقل شيخ تتعيش. لا أحسن محمدان لا شيخ عظيم خيره حسنا، الشيخ عظيم رضي سوره حسنا هو مثله للصالحات، مثلا مثله للأموال في الصالحات، جهاده في سبيل الله، أمره بالمعروف نهيه عن المنكر، صرفه في شوف الليل، قراءة القرآن. فتقول ما أحسن محمدا أي هذا الشيء الذي صيره حسن عظيم، شيء عظيم هذا الذي نكبه في الحسن أي جعله حسن وجعله منتسبا إلى الحسن. فهذا الشيء الذي جعله منتسبا الى الحسن شيء عظيم ما احسن محمدا. هذا الاسلوب الاول وهو اسلوب الثالث. الاسلوب الثالث ترى ما احسن محمدين، ايش يقول هذا الاسلوب؟
استفهام، أسلوب الاستخبار والاستفهام. والاستفهام هنا واقع على جزء من أشياء محمد، فأنت تريد بهذا الأسلوب الاستفهام عن أكثر جزء من أجزاء ذاته. فلذلك ممكن أقول لا أحسن محمدا هذا ما يحتاج للجواب، إذا ورث بالاستفهام لا يحتاج إلى جواب. ما أحسن محمدا فالتعجب يضعفك التعجب، فضعفك لأنك معجب، فلا تحق جوابك على تعجبك كفانا. قلت له من الجواب يستحق جوابك، فأقول له ما أحسن محمد. فإذا كان أحسن شيء في أجزاء ذاته هو أنفه فتجيب بالأنف، تقول أنفه هو أحسن شيء في أجزاء ذاته. وإن كان دمه فتقول دمه هو أحسن شيء آخره، فلا فتجيب بأحسن شيء في أجزاء ذاته، ما أحسن محمد في آخره. ثم تقول أنا ولا أنت في الشيء لا أحسن محمد، على ما أحسن محمد أشكر هذا الصغر صغر صغر شراء صغر النبي، هذا أسلوب النبي. ما أحسن محمد هنا أي لم يأتي بالحسنات، لم يأتي بالشيء حسنات، أي لم يقع منه إحسان والعياذ بالله، هذا معنى ما أحسن. ما أحسن محمد أي لم يأتي بالحسنات وإنما أتى بالسيئات. أو لا هو بأسلبي يأتي لدي حسنة ولا بالسيئات، لا أسلبي ما مدمون الإنسان سلبي، لا لا يبدأ ولا يضر. هذا كان فيه الشاعر إذا أنت لم تنفع فاضرة يا بابا إنت غلاش يرغميت إن الله قد يسعى تطلب أنه ما يجر الضرر لا شيء بالذى وما يوم يتحق واحد يجب أن يرغب من المنكر. ليس ما يبغيش يكون مكتوب لإيدي ما يدير له أسلوب، ما يمكنش يكون أسلوب فراغ. إذا أنت لم تنفع فضرك إنما يوصلك ذاك ما يضر وينفع. إذا أنت لم تنفع، ولكن أهل النحو أوله بقولهم إذا أنت لم تنفع أهل النفع فضر أهل الضر أي الذين يستحقون الضر، إذا يستحق الضر ضره. إذا أنت لم تنفع أي من يستحق النفع فضر من يستحق الضر، فإنما يرشد كيما يضر من يستحق الضر وكيما ينفع من يستحق النفع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني، وحقق ما لا يعني كل بيت لا بد تستغل بما يعني. من حسن الإسلام المطلوب لا أي من أسباب وصف إسلامه بالحسن، ومعنى هذا أن الإسلام في الحسن في السيء في النسبة الشخص، الإسلام يختلف بين شخص وآخر، فهذا الإسلام هو حسن وهذا الإسلام هو سيء. الإسلام المرض به الأعمال بيده فنقول صلاة هذا حسنة وصلاة هذا سيئة، يقين هذا ولا لأن الصلاة عبادة وهي أم العبادة وأم الإسلام، أم عبادة الإسلام هي الصلاة، فتقول صلاة هذا حسنات وصلاة هذا سيئة. ومن هناك حديث المسيء لصلاته، حديث كان المسيء لصلاته كان المحسن لصلاته، فالذي أحسن صلاته نقول إنه محسن لها وصلاته حسنة، والذي أساء صلاته نقول إنه مسيء لصلاته وإن صلاته سيئة. كذلك أيضا مثلا بالنسبة لقراءة القرآن، فقراءة القرآن من العبادة الإسلامية، فما قرأها لو جد شويه تقول إنه محسن في قراءته وإن قراءته حسنة، وما قرأها على خلاف التجويد تقول إن قراءته سيئة وإنه مسيء في قراءته. مثل ما قال الرسول من حسن الإسلام في إشارة إلى كيف سوء الإسلام، فالإسلام فيه سوء وفيه حسن، يوصف بالحسن وبالسوء ولكن بالنظر لا بالنظر إلى أعمال الإسلام، إن أعمال الإسلام أخطأ وتكون حسنات، بالنظر إلى الصلاة تكون حسنة، ولكن بالنظر إلى الشخص الذي صدق له قد تكون حسنة وقد تكون سيئة. هذا بحالة غادي نفكر لكم من تجربة، حالنا مثلا الأعمال الفاضلة
عندما كان باب الأعمال، باب الأعمال اللسانية، العبادة اللسانية، ما كان المفهوم قراءة القرآن. فقراءة القرآن به إذا بها ما كان المفهوم، يعني بالنسبة للأعمال هي الفلسفة، ما بقى مفهوم قراءة القرآن. ولكن حتى نجيب بعض الفقهاء تلقى مثلا قراءة القرآن مفضولة، وذلك كما في حكاية الأذان، فقه الأذان. وأنت أفضل لك تقرأ القرآن اللي هو من كلمة أذان اعتدتها، ولا تقول لك احكي الأذان، شنو أفضل؟ احكي الأذان، إن هذه العبادة غادي تفوت، غادي تحكي الأذان وغادي تقرأ أفضل. فحكاية الأذان وقته في وقته المناسب له أفضل من قراءة القرآن، وإن كانت في حد ذاتها أفضل من غيرها من الأعمال الإنسانية. فهمنا؟ هذا هو. فالصلاة في حد ذاتها يبحث أن تقول إلا أثرة إلا شرع عم الله بس تقربوا لي بها وبس وبس وبها كذا فأنتقت لما بنعبدوا بربو فيها إلى آخر المدير بها كثيرة فهي بتاع أثرة ولكن قد يؤثر على الوجه الحسد فتسمى صلاة وسيئة وقد يؤثر على الوجه غير الحسد فتسمى صلاة وسيئة وكذلك غيرها من الأعمال الإسلامية وهذا واضح. فنقول قلنا قال النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المطمئن من الأسباب التي تؤدي إلى أن يكون إسلام المرء حسنا أي موصوفا بالحسن، فمن الأسباب المؤدية والموصلة إلى أن يكون إسلام المسلم حسنا هو تركه ما يعرف، فتركه لما يعرف من الأسباب المؤدية إلى حسن الإسلام. وعلى هذا بس يصليه ما يعني، ومما يعني أن يكسب حسن الإسلام فرقه ما يعني بس يبقى فوق صدمه وفوق الإذي وخدع صدمه مورد ما لا هو لا يعني لا. من حسن إسلام المرء فرقه ما لا يعني ليتيسر له ما يعني من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعطي نفسي أو آتي نفسي روية بوجهي اللهم أعطي نفسي تقوى على بس تسكرني الهدى كلا تقوى في الحق ما بس تقول أنا تقوى بس هي تقوى هي اتقاء المعايب اتقاء المعايب واتقاء المحرمات والجرائم ليس الغرض هو اتقى غرض هو اتقى وكتدا لا بس تسكرني الهدى لأن المعايب فالمحارب ومعاصي والذنوب تتجاحب وتتعارض وتقصر عنا الهدى، فتسلم لنا الهدى وتسلم لنا اصلح توفق على ابن تلك الصوف العرض. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم آتي نفسي تقوى اي ليتيسر لها هدى، بس يمكن تسلم لها الهدى ديالها. فبالتقوى تبقى الشعير وبالتقوى على الأزمات تقوى وبها أيضا تقوى على الطعام. فانتقاء المعارف به يتيسر لك كسب الطاعات بسهولة وبرفق وبدين. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. المراد عندنا من هذا الحديث هو أن فعل الأحسن قد يستعمل في العربية بمعنى الإتيان للشيء الحسن، بمعنى الإتيان للحسنات. وأعظم الحسنات وأصل الحسنات وأحسن الحسنات هو الإتيان بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله، كما أن الامتناع منها وعليكم السلام يعتبر أقل حاجة من عن الإخلاص. أقل حاجة من عن الإخلاص هو يقول هو يتكلم كل لا إله إلا الله كله إنه كانوا إذا قيل له لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق. هذا هو أعظم الحق، الحق هو لا إله إلا الله وصفة توحيد هذا هو أعظم الحق، وهو أعظم حق على الإطلاق إلا من شهد بالحق وهو يعلمه. قيل إن الحق هنا هو كلمة الإخلاص، إلا من شهد بالحق أي بكلمة الإخلاص أي بلا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم
قائما بقسط. لا اله الا هو العزيز الحكيم. ان الدين عند الله الاسلام. عند التصليوات ادري ما حق الله على العبد واعظمها ادري ما حق الله على العباد. قال الله ورسوله اعلم. قال حق الله عباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهل عبادته مع عدم الاشراك به شيئا؟ هو مثلون ومضمون في الكريم لا اله الا الله. فمن معاني الاحسان الاتيان بالشيء الحسن. واعظم شيء حسن ياتي به العبد هو قوله وتعبيره وصرفه بكلمة الاخلاص لا اله الا الله. ويكتفي بها بقدر وإلا أبقى إنسان. وما يقول الله عز وجل وما كان لمؤمنين أن يقتل مؤمنين إلا خطأ. بلى لا يستكشف في العقل لا يجيس في المتكسرين بس يكون واحد موقف في العقل أنا أعتقد هذا بعيد. فقتالك إياه هذا دليل. بلى بلى هذا دليل سعاده أنه خلص في العقل فلو وقف في ومن هذا الوقت لا قلنا بكافلة على قتال المؤمن في الكفر. لأن قتال المؤمن إنما يبعث عليه في أصله الكفر. لازم أشكر من تبقى المؤمن تبقى عقل الإيمان بالعقيدة الإيمانية وتبقى هذا بعيد جدا. وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا على وجه الخطأ إلا خطأ. لا ما لا يعقل أن يقاتل مؤمن أخاه في الإيمان إلا إذا كان ذلك على وجه الخطأ. لا يقول هكذا تتقصر من شريع عمزبة تتقصر هذا بعيد جدا. وإذا لك أتى الله فأتى الله وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا حتى اكتمات مكانة يد الشمية أي ما من شأن المؤمن بس يقتل هو المؤمن هذا ليس المسلم. ومن هنا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على قتال المؤمن في اسم كفر وخرج هو عن الإيمان ولكن عرفوا هذا القتال فما ينبغي يذكر إلا من كثير. لا ينبغي أن يذكر قتال المؤمن إلا من كثيرين لا من مثله مؤمن آخر لا من مؤمن مثله بعيد بس يقتلوا من مثله. ومن هنا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من المعاصي وعلى كثير من العوائق من عوائق الذنوب ومن الجرائم اسم الكفر لأنها لا تصدر عن الإيمان بالحقيقة. لا يطلق على هذا أيضا اسم نفاق عدني. عليك أن يطلق عليه اسم نفاق ويطلق عليه اسم نفاق لأن النفاق هنا مخالفة باطن. فأنت بدل في باطنك مسلم ثم إنك تأتي في إخوائه بما يخالف عقيدتك فكأن عندك رجل من النفاق لكن كل من النفاق سلوك ديك الذي يخالف عقيدتك فعقيدتك هي الإسلام وهي الإيمان ثم إنك تأتي في سلوكه بما يخالف عقيدتك هذا هو النفاق لأن النفاق هو مخالفته الظاهر للباطن. فإذا كان ظاهرك سلوك ديك كأنه سلوك الكافرين وعقيدة الفتنة الثانية هي عقيدة الإيمان وعقيدة الفتنة هذا نوع من النفاق. ولنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق على مثل هذا اسم النفاق كما في قول صلى الله عليه وسلم أرغب لكن فيه كان منافقا ومن كانت فيه خطوة من هنا كانت فيه خطوة من نفاق احتدى إذا حدد كذب إن الكذب يصدر عن غير الإيمان ماشي عن الإيمان. الكذب ليس من صفة المؤمنين في حقيقة انتبهوا خليل إذا حدد كذب وإذا وعد أخلف فكل وعد ليس من الإيمان وإذا تكون لخد خيانة الأمل ليس من الإيمان وإذا خاف رفض هذه رواية الأربعة وهي في البخاري أيضا معنى إذا خاصمت وفصلت في تنظيره وتنسحب وفي غرطي ومجي خليم وخمسة لا يرد الله الشيب يسأل يقول لا يجي كان ولا يجي مكان هذه من علامة المنافقة من صفات المنافقة. وعلى هذا أن هذا السلوك لا يوافق عقيدة المسلم وعقيدة المؤمن. المؤمن لا يوافق عقيدته في سلوكه الكذب ولا الخيانة أي خيار الأمانة ولا خلق الوعد ولا الجد ولا الكفر إذا خطأ والعياذ بالله. يعني مثل العرارة كلام العائر والكلام اللي هو يلهو عن السماء ما لديه الفر من السماء بأيدي يهودين حينا بلغت السماء بشكل أو مكتب والعياذ بالله هذا ما نتكلمه منه.
تحسين الجزاء كما في الفاتحة يقول أي ذلك جل جزائي على الدين الملي وعلى الدين التشريعي إذا أتفقد هذا هو المشروع في الثلاثة. الله تبارك وتعالى لا بد من أن يزيل أي من أن يجازي لا بد من أن يزيلك دينا أي من أن يجازيك جزاء على مدى على آثار دينك الأصلي الملي وعلى أسد دينك التشريعي على حسب دينك الاصلي هذا جميل هل اعتنقت دين الاسلام او خلفت دين الاسلام وعلى دينك الشرعي لدى ان اعتنقت دين الاسلام هل عاملت وفق عقيدتك ام على خلافها هل كان سلوكك وفق عقيدتك او خلاف عقيدتك او مستمدعين السؤالين ومن اطلاق الدين على الجزاء قوله تعالى ايضا في سوره النور يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يومئذ يوم القيامة يوفيهم الله دينهم غادي يعطيهم الله غادي يعطيهم الله الجزاء ديالهم واسيا لا نقتصد ولا بعد يومئذ يوفيهم الله دينهم اي جزاءهم دينهم اي جزاءهم انه نفس الجزاء دينهم الجزاء الحق الذي يستحقونه كما قال الله تعالى في آية الأخرى سيجزيهم وفقهم سيجزيهم سيجزيهم أو المدير سيجزيهم وفقهم القائمة بهم الذي سبق معنى ذاك الوصف اللي قيل يقبل الله إلى قاية كفر الإيمان غادي يجزي الله قاية كفر الكفر غادي يجزي الله قاية كفر القيام بتعاليم الإسلام غادي يجزي الله قال فيك الايه ما عزيت عالم الاسلام غادي يجازيك به الله الوصف اللي قال فيك غادي يجازيك به الله غادي يجازيك الله وفق وصفك هذا ما سيجزيهم وفقهم اي وفق وصفهم القائم به وخطا كان يصفك ما يقوم بك لا من هيك قلبك ولا من هيك الجوارح فما يقوم بقلبك سيجازيك الله عليه ان كان حيرا فقير وان كان رسول فصل وكذلك ايضا ما قام بجوارحك من الاعمال سيجازيك الله عليه إن خيرا فخير وإن صار فصار ويقول الله تعالى أيضا من سورة الكلمة جزاء وفاقا فلا الجزاء يكون موافقا للعمل الذي استحقت به لوقت القائم بك جزاء وفاقا لوقتك القائم بك في الدنيا إن خيرا فخير وإن صار فصار إلى آخره الثاني هي أقدام الدين التي جاءت القرآن دين الذل ودين التشريعي ودين الجزائي الله أكبر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرك من الخلاف في عقيدته فأدى به ذلك التكرار من التكرار من مثل قولي من مثل هذه من مثل أسلع يا مقلب القلوب إذا كان مشرك لكن إن كل قلب قلوب وإن تكتب عليكم السلام ورحمة الله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أي على دينك الملي والدين الملي وعليكم السلام هو الذي يعبر عنه بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله ويوافق هذه الكلمة من سورة الفاتحة إياك نعبد هذا هو الذي يرفع لا إله إلا الله وتعرف بلده لا إله إلا الله أسلوب رأيها وإن يقل أبود أسلوب الخطاب على محيط الشفاء هذا هو غاية الفقه بينهما غاية ما بينهما من الفقه أن هذه الجملة الفاتحة جاءت على أسلوب الخطاب وكلمة الإخلاص لا إله إلا الله جاءت على أسلوب الغيبة سيما جالب أنما لا إله إلا الله عليكم السلام لا إله من على إله؟ لقد إله لعب هو محبا لغة مطرح فالإله لغة مطرح سلوة المعبود لا إله أي لا معبود تفقد لا معبود على جهة الاستحقاق على وجه الاستحقاق هذا لا مستمع في القديم لو كان معبودات أخرى من قبل الوثني ولكن لا على جهة الاستحقاق لا جهة السهم والسعوى والبطلان والكاسس فقط
لا معبود على وجه الاستحقاق. ضحى من شيء من العبادة كيف ما كان وحيك لا كان في معبود على وجه الاستحقاق من شيء من العبادات على وجه الله. لا لا تسمع كيف العبادة من شيء من العبادات على وجه الاتفاق إلا الله. لا لا إلا يمسني بأس اسمه هو بس كل أول يمسني بأس اسمه هو الخالق والرزاق. عليكم السلام ورحمة الله. لا تنسي معبود على وجه الاستحقاق من شيء من العبادات على وجه الإطلاق إلا كل إلا لتسمى بأس اسمه هو الله وهو الخالق والرزاق. هل تعلم له سميا أي هل تعلم أن هناك أحد غيره تسمى بمثله الله؟ ما كنت لا أحد وتمشي واحد تسمى بالوجود باسم اسم الخالق وهو الله لا أحد الذي تسمى بهذا اسم هو الخالق الرزاق وحده لا يشارك أحد في هذه الاسم وهي الله. لا إله إلا الله قال لك إياك نعبد إياك نعبد اسم العلماء صفة الشيخ الحضر أيضا وأدوات القصر إلا إنما إلا لا إله إلا الله يا شيخ الحضر غير قصير أيضا وأدوات القصر إلا إنما عفو الوزير كما تقدم تقديم على كل نبي أنت تقديم ما وصفته التأخير يفيد الحضر ويفيد الاحتفاظ وإلا كلام كلام التأخير وأصل كلام نعبدك فقدم بالكافر ينفذ به على فعل نعبد وعلى فعل الذي هو نعبد قدم المفعول به على فعل الذي هو نعبد ان اصل الضمير وعمل الضمير ما حذف او قدم فان فصله لديه العرف كما يقول في الملك تهنئته او قدم فان فصله لديه العرف كما يقول في الملك تهنئته فقرا إياك جدك لك الخير التي لك فقط ضمير فقط إياك نعبد سمعنا لا نعبد أحدا غيرك لا نعبد إلا إياك ما نعبدش واحد من غيرك لا نعبد أحدا سواك كما يقول سمعنا لا نعبد على وجه الاستحقاق بشيء من العبادة على وجه التقوى إلا إياك أيها المسمى في تلك الصفة الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك أيها المسمى باسم الله وأيها المسمى برب العالمين وأيها المسمى بالرحمن الرحيم وأيها المسمى بالمالك في يوم الدين نخصك بالعبادة ونقربك بها ونشرد ألم ونصرف شيئا من هذه الغرفة قولك يا أيها المسلم نفسي تقول لا تدخل يا أخي عفوا إذا المخاطب بهذه الجملة بهذه كف الجملة المخاطب هو المسلم بتلك الأسماء التي هو الله الله إذا لا تعبد لا إله إلا الله إذا كان حدث التوي لا إله إلا الله تساوي أمر الملأ لا إله إلا الله إياك نعبد إذا ما مات إنسان قال إياك نعبد عبر هذه يا جملة يا جملة التهليل لا إله إلا الله لأن معنى التهليل إثبات الألوهية والعبادة لله بالقلب وباللسان بالقلب وباللسان هل تتكلم بالقلب وباللسان مع أنه في الغالب تخاف تضبط العبارة جلسة هذا هو الكثير بالقلب وباللسان لأن كل عبارة إسلامية هي ثابتة في القلب قبل أن تثبت باللسان بس مقاضي قلبية قبل أن تكون لسانية فالإذن لا إله إلا الله فالإعتقاد بألوهية الله عز وجل على جهة الاستحقاق والامتناع من فرضها لغيره وعدم اعتقادها بغيره هذا نفس القلب قبل ما نحصل عليه في الإسلام نقول لا إله إلا الله فقبل أن نقر بها من جهة اللسان نقر بها من جهة القلب فلذلك كان معنى التهليل هو إثبات الألوهية أي العبادة لله إثباتها له بالقلب واللسان جميعا ويجب الإقرار باللسان طبق الذي أظهر في الجنان طبق نفسه
هو مخبوط بالجلال. نعم. والذي يقر به الجلال. فيجب التقرار باللسان فيبقى التقرار المضمار والمكنون في الجلال. ويجب التقرار باللسان فيبقى الذي أضمر بالجلال. ففعل عن السعادة كفار. يمكن ان يفرق بين ربي وبشر. يجب عن السعادة. وهي الاعتقاد بالطلوع الذي لله على وجه الاستحقاق. وبين الخلق في اخر الله معه. هذا ما فرق بين الرب والذي غيره. ان الله تعالى بالصورة تلتحق الى كل هي مسلم. وغير عن طبيعة تلتحق عن الالوهية مع الله. اذا ليس يفرق الالوهية لله. انا فما فرق بين الرب وبين البشر. أي بين الرب أي بين الخلق وبين الخالق سبحانه وتعالى. ما فرق بين الله. فهو شافي وجاهل عن الشهادة كفر. لم يفرق بين رب وذاته الذي لا يفرق بين الرب الذي يستحق عليه الألوهية وبين البشر وكذا غيره من المخلوقات الذي لا يستحق عليه الألوهية يعتبر كافرا خارجا عن الملة بل يعتبر وثنيا والعياذ بالله. هذا هو الوثن. وجاهلا معنى الشهادة كفر إذ لم يفرق بين رب وذاته. وجاهل عن الشهادة كفر إذ لم يفرق بين رب وذاته. الشاهد لذا هو أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تساوي جملة العبادة في الفاتحة إياك نعبد. فجملة الفاتحة فجملة العبادة في الفاتحة كتاب تساوي كلمة الإسلام وكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. ولما يساويها في كتاب الله عز وجل قوله تعالى في سورة الشكر وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فقوم إبراهيم وكعبه الفريق كانوا يعبدون الله وغيره. كانوا يعبدون الله الذي يستحق عليهم الألوهية ويعبدون غيره الذي لا يستحق عليهم الألوهية. يعبدون من لا يستحق عليهم الألوهية والعياذ بالله. لأنه ما نرى تنطبق من ذوق الآلهة التي تعبدون إلا الخالق إلا الذي فطرني وغيره. وإذا تنطبق منه هو والذي تنعبده لا هو معبود جانب وإذنه. هذا اللي تنعتبره رب هو اللي تنعتبره معبود وإذنه. ولا أعتبر غيره معبودا. إنني براء أي ممتنع كل امتناع من عبادة ما تعبدون إلا الذي فطرني وإلا تنعتبر رب وإذنه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وكذلك ايضا قوله تعالى في قصه اصحاب الكهف واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله. اعتزلتموهم كلهم الوثنيين المشركين الذين يجعلون مع الله الها اخر. اعتزلتموهم وابتعدتم منهم وابتعدتم ايضا مما يعبدون ولكن كل الله انهم يعبدون الله غيره. فقد ابتعد مما يعبدون باستثناء الخالق الرزاق سبحانه وتعالى. وإذ اعتزلتموهم وتعالى قبل الفئة المؤمنة وهم أصحاب الكهف الذين خرجوا عن دين الوثنيين في زمنهم. يقول الله تعالى له وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله وحده ولم اعتزلتم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. إذا اعتزلتم لا إله إلا الله فلا إله معنى اعتزال معبودات كلها باطلة إلا الله المعبود على وجه الاستحقاق على الوجه الحق وعلى وجه الصدق. وكذلك أيضا قوله تبارك وتعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وجاهل عن الشهادة كفار. فهؤلاء من المراد بجهل الله الجاهل بكلمة التوحيد الجاهل من توحيد الألوهية لله. ومن لا يعتقد الألوهية في الله سبحانه كرزاق ولكنهم لا يعتقدون توحيدها انهم يشركون غيره مع رؤيا. ما تعتقد بان الخالق الى معبود وتعتبر بانه المعبود اكبر ولكنهم يشركون غيره معه
العبادات والكلية فسماهم الله جاهلين. قلت أيها الرسول له أي لهؤلاء الذين يعبدون غالي مالك الله قل لهم أتى غير الله تأمرني أقول فتأمرني بس نعبد غير الله مثلكم فتأمرني بس نعبد غير الله الحكم أيها الجاهلون بس بتوحيد الله في كلياته وما تجاهل بالالوهيه ديالك الله غيكون بس جاهلين التوحيد ديالو فيها إلا أن يبعدوا هذا هو أعظم جاهل على الإطلاق فأعظم جاهل وأشده وأقدحه هو الجهل بتوحيد الله في كلياته أن يقول الإنسان جاهل بأن الله واحد في كلياته لا يشاركه في أمره ولا ذلك هو الجهل على كلمة استخلاص بل فيه على الذي لا إله إلا الله لا يتطوره ولا يدركه أو إذا أدركه كفر به وجحد به والعياذ بالله هذا هو أعظم جهل وأخطأه على الاستخلاص هذا هو الجهل فاعلموا ان ما انزل اي قران
موت هو بادي كان وبدالت في كان بإذن الله لا قال وفي وفيه علم الله يأس وجه لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بهم بالذي لا يعتقده بنزول هذا القرآن من عند الله وأن مصدره هو الله كان في خارج عن الله لما قال حرف تعلمه قبل ما أقول كان الذي يعلم هذا فهو ذاته فالذي لا يعلم أن مصدر القرآن هو الله وعرف العربية في البلاغة أن تقديم ما مرتبطه الساقط في الحفظ إذا كانت كلمة يجب تأخير معناها يليق بها التأخير مرتبطها تكون في الخير وقت من هذا التأخير إذا كانت في الخير وقت من هذا التأخير فإن هذا يؤثر ويشعر بإفادة الحفظ فلا تقدر تبلغ بها التأخير في الحفظ إنا إلى الله راغبون أصل الكلام إنا راغبون إلى الله هذا خبر أمر إنا راغبون إلى نبيك الله راغبون ومحبوب قاعدة تنبيك الفاعل وهو راغبون لأن الأصل إنا راغبون إلى الله